معاكم محمود من برنامج اللي احنا شايفينه قدامنا ده تعتبر فطاير وباتيهات بتتباع في محلات كتيرة في موسكو رخيصة، سعرها 55 روبل، 40 روبل، حتى 30 روبل و25 روبل. بيبقى ممكن فيها ساسيسكا او سوسيس او لحمة مفرومة، في بيروش وفي صمصة، كل حاجة فطيرة لها طعم وشكل مختلف. في ممكن محشي بالبطاطس، ممكن محشي بالفطر وبصل وبيض وأنواع كتيرة جدا. دي بتعتبر وجبة سريعة لكل الروس. في روسيا وفي موسكو عموما الحياة سريعة، رتمها ماشي بسرعة، لازم تلاقي فرصة ان انت تاكل وإلا مش هتلاقي وقت تاكل أصلا. فالوجبات السريعة دي أو الفطاير دي بتكون حل مفيد جدا. لو انت طالب او ربنا وفقك واشتغلت هتحتاج يكون عندك حساب بنكي، بنك في تي بي. مهم قوي انك تفتح حساب في البنك ده لانه موجود في كل محطات مترو موسكو. في خدمات الايداع والسحب من نفس المكان ده، هو في تي بي في كل محطات مترو موسكو. بتلاقي فيه على الاقل مكنة واحدة او اتنين او تلاتة او اربعة. لازلت معاكم في مترو موسكو، ادي مكنة اي تي ام في تي بي، ادي واحدة وادي واحدة وواحدة تحت، تلات ماكينات للايداع والسحب في محطة واحدة. كل محطات المترو فيها بنك في تي بي، فمهم اوي انك تفتح حساب في البنك ده. ودلوقتي انا بختم معاكم حلقة النهاردة اللي تناولت فيها احلى وارخص لقمة ممكن تاكلها في موسكو، واحسن بنك اوصي بيه تفتح فيه حساب برضو في موسكو. لو عجبك الفيديو شيره مع اصحابك والناس المهتمين بالعيشة في روسيا وفي موسكو، واعمل اشتراك في القناة لو انت مهتم تشوف الفيديوهات الجاية. نشوفكم على خير، في حفظ الله، السلام عليكم.